دوت هنا مقابر بس الحيوانات، يعني الحيوانات اللي ماتت دي مقابر ليها. فأنا أول مرة أشوفها، يعني دلوقتي زيكم أول مرة أشوفها. حتى الحيوانات عاملين لها هنا مقابر، ف حاجة كويسة والله. بس اكيد بفلوس، اكيد ده بفلوس مش ببلاش يعني اكيد. نشوف يعني. بس حتى في صورة للحيوان اللي مات هنا، قطة. هاي الصورة بتاعتها واضحة، قطة. انت بتشربي المية بتاعت الزرع؟ ايه بتشربي المية بتاعت الزرع؟ سونيا اتولدت يوم 17/9/2005 وماتت يوم 5/11/2018. وهنا دي احنا بنسميها فران جبلي على ما اعتقد، ولا دي ارانب ولا مش عارف ايه. لا بس تالي دي فران جبلي. هنا بردك قطة تانية، انا اول مره اشوفها والله. انا اول مره اشوف المكان دوت اللي فيه مقابر للحيوانات، اول مره اشوفها. انا اعرف لما الحيوان بيموت في مكان، او في يعني في مكان مخصص الواحد بيتصل بيهم وهم بيجوا ياخدوا الحيوان اللي مات، سواء كلب سواء اي حاجه زي ما احنا كده شايفين. بس انا اول مره اشوف يعني اللي هو اللي المقابر هنا، اول مره اشوفها. هنا اهو كلب تاني. تينا صورتها اهي. اتولدت يوم 19 اتولدت سنة 1997 وماتت 2007. وماتت 2008. هنا دوت مكان جنب المقابر هنا، وجنب بردك الملجأ للحيوانات، يعني مكان يلعبوا فيه الحيوانات وكده. للكلاب وكل حاجة. وهنا المكان كله يعني نبص عليه كده من بعيد، نجيب المكان كامل اللي هو المقابر بتاعت الحيوانات.
ما احنا شايفين كده. معلش الهوا بس جامد، بس ان شاء الله يعني يبقى صوتي واضح في الكاميرا.